في المنطقة الشرقية كبير الخبراء التسويق بنادي برشلونة كان حاضرا في ندوة عن الاستثمار، تابعنا من هناك، نتابع أيضا هذا التقرير وهذا الحديث. نظرة متفائلة جدا بخصوص التسويق الرياضي في المملكة، يقول أنه في اندفاع قوي جدا، في رغبة قوية من قبل رجال الأعمال ومن الغرف التجارية لتطوير الاستثمار الرياضي في المملكة. The clubs competing with our European clubs. مستر لاندرز يقول أنه مش غريب عن الأندية السعودية، يعرف عن الأندية السعودية وخاصة الأندية اللي زارها زي نادي الهلال، نادي الشباب، ويقول أنه نفس الشيء لمس رغبة قوية وثقافة موجودة في التسويق والاستثمار الرياضي. والله في الواقع احنا الغرفة التجارية يعني في الشرقية اعتقد احنا من اوائل الغرف اللي يعني وعت بموضوع خصخصة الأندية في المملكة العربية السعودية، فاحنا عندنا نظرة مستقبلية ان هذه الأندية بكرة راح تصير أندية خاصة يتملكها مستثمرين، والمستثمرين هم جزء من منظومة الاقتصاد والقطاع الخاص في المملكة والمنطقة الشرقية بشكل خاص. فالغرفة يعني قامت بوعد هذا التوجه وقامت بتشكيل أول لجنة على مستوى المملكة في الغرف التجارية معنية بالاستثمار الرياضي، إيمانا من الغرفة الشرقية بهذا المجال، وأن هذا إن شاء الله مستقبل واعد وراح يكون فيه تنصب في استثمارات كبيرة إن شاء الله في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط. فالغرفة بادرت بهذا هذه المبادرة لنشر وعي الاستثمار الرياضي في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.